ما نصيحتكم للمبتدئ في طلب العلم ويقول انشغل في تتبع عورات الناس فيقول هذا عالم ضال وهذا داعية ضال؟ كيف؟ يقول ما نصيحتكم للمبتدئ في طلب العلم وانشغل في تتبع عورات الناس فيقول هذا عالم ضال وهذا داعية ضال؟ يقول هل فعله صحيح؟ ما ينشغل بالناس، يطلب العلم، يطلب العلم على العلماء إلى أن يصل إلى حد معرفة العلم الضروري، حينئذ يبلغ ما عنده للناس، أما قبل ذلك وهو في الطلب لا. نعم.